واحد من المعارض والمؤتمرات المهمة السنوية لوزارة الصحة، خصوصاً بمشاركة العديد من الشركات الأهلية وكذلك الحكومية سواء داخل العراق وخارج العراق، مع العديد من الشركات التي لها باع طويل على مستوى الجانب الصحي من تجهيزات وأجهزة طبية وما شابه ذلك. اليوم راح نكون وياكم بحلقة خاصة وشاملة للمؤتمر والمعرض السنوي لوزارة الصحة، خليكم ويانا. معالي وزير الصحة الدكتور صالح الحسناوي المحترم، سادة الحضور الكرام، مع حفظ ألقابكم جميعا نتشرف بكم ونعتز بحضوركم ونرحب بمشاركتكم، وأهلا وسهلا بكم في رحاب مجموعة شركات أرض الأعمال لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية، وهي تعقد برعاية كريمة من رئيس الوزراء وإشراف مباشر من معالي وزير الصحة الدكتور صالح الحسناوي المحترم المعرضة والمؤتمر الدولي السنوي للصحة في أكبر تظاهرة صحية وطبية تقام ولأول مرة بهذا الحجم الكبير على أرض معرض بغداد الدولي. سادتي الأكارم، كلما تقدم عمر الحكومة الحالية سيكون التغيير في مستوى الخدمات الصحية أوضح، لأن سقف طموحاتنا عالي. هو آخر ما قاله معالي وزير الصحة الدكتور صالح الحسناوي عن هدف وزارة الصحة لتطوير القطاع الصحي من خلال السعي لهدف عالٍ وفق ما متوفر من موارد ستكون من خلالها الخدمات الطبية تختلف تماماً عما كانت تقدم سابقاً. سادتي الأكارم، بداية مؤتمرنا الكريم هذا عزف للسلام الجمهوري العراقي. سادتي الكرام، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا المقرأ أحسياً مع الله. السادة الحضور جميعاً، مع حفظ الألقاب والمسميات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم،
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما صدق الله العلي العظيم. سادتي الكرام، أتشرف الآن بدعوة صاحب الامتياز معالي وزير الصحة الدكتور صالح الحسناوي المحترم لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الحضور الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. بداية أنقل لكم تحيات دولة رئيس الوزراء الأستاذ محمد الشياع السوداني لحضراتكم، وتبنيه للبرنامج الحكومي المتعلق بوزارة الصحة، البرنامج الصحي الحكومي، وبدعم كبير من مجلس الوزراء ومن لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب العراقي. سيدات والسادة الحضور، لا يخفى على حضراتكم أن العمل في وزارة الصحة هو عمل شراكة، والجزء الأساسي من هذه الشراكة هو الشركات المعنية بالقطاع الدوائي والأجهزة والمستلزمات الطبية، ويمثل هذا القطاع حجر الأساس والعمود الفقري للخدمات الصحية التي تقدم لمواطنينا الكرام من خلال الشركة العامة للأدوية والقطاع الخاص العراقي والأجنبي المشارك معها. نحن نتطلع إلى شراكة حقيقية مبنية على الثقة، واللي أقصد به مبنية على الثقة هو الثقة المتبادلة بين سلامة المنتج الدوائي ومأمونية الدواء وسلامة المستلزم الطبي وكفاءة الجهاز من جانب، ومن جانب الآخر هو الثقة التي يجب أن تحظى بها الشركات في تعاملها المالي مع الشركة العامة للأدوية ووزارة الصحة. من أهم المشاريع التي نسعى إليها في هذه الحكومة بالجانب الاقتصادي هو توطين الصناعة الدوائية، وتوطين الصناعة الدوائية يمثل أحد أهم البرامج التي سعت حكومتنا لتعزيزها. وأصدر مجلس الوزراء وبرعاية من دولة رئيس الوزراء جملة من المقررات تهدف إلى تسهيل توطين الصناعة الدوائية،
وكذلك سهلت وزارة الصحة الكثير من الخطوات المتعلقة بتسهيل الصناعة الدوائية. والسيدات والسادة الشركاء الوطنيين أي الشركات العراقية يعرفون ذلك، وهذه دعوة إلى كل الشركات العربية والشقيقة والصديقة والأجنبية إلى المساعدة في توطين الصناعة الدوائية والمستلزمات الطبية والأجهزة في العراق. لوزارة الصحة برنامج، وهذا البرنامج برنامج طموح ويحتاج إلى وقت زمني لتحقيقه، وبدأنا الخطوات الحقيقية لتحقيق هذا البرنامج وصولاً إلى الهدف الحكومي في فرض واقع صحي مرضي بالنسبة إلى المواطن العراقي. سيدات والسادة الحضور، جهود الجميع في وزارة الصحة والوزارات الساندة وأيضاً القطاع الخاص الساند، سواء كان هذا القطاع الخاص عراقي أم عربي أم من دول الجوار الصديقة أم أجنبي، الكل أتوجه لهم بالشكر والتقدير وأدعوهم إلى شراكة أقوى وإلى أواصر ثقة أقوى أيضاً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سادتي الكرام، الكلمة الآن للدكتور أحمد سامي عبد الستار، المدير العام للشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي وزير الصحة المحترم، السيدات والسادة الحضور مع حفظ الألقاب والمقامات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتقدم لكم بأسمى معاني الامتنان والحفاوة والترحيب لحضوركم مؤتمرنا ومعرضنا السنوي الصحي الشامل في دورته الثالثة، والذي تقيمه وزارة الصحة على أرض معرض بغداد الدولي. لا يخفى على الجميع أن الهدف من إقامة المؤتمر هو تبادل المعرفة العلمية والمعلوماتية والوصول إلى كل ما هو جديد في مجال الرعاية الصحية في العراق لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين. وبدورها فإن الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية كيماديا حريصة كل الحرص على مواكبة التطور في مجال العلوم الصيدلانية المختلفة وعقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية من خلال التواصل والتفاعل المستمر مع الشركات العالمية الرصينة والرائدة في مجال صناعة الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية والمختبرية. وهذا ما تطمح له الشركة اليوم، حيث يقدم المعرض مجموعة من الفرص للعارضين الذين يتطلعون إلى التواصل بين أصحاب القرار وبين الشركات العالمية والموزعين والمصانع الوطنية والمتخصصين في الرعاية الصحية. وجعلت الشركة نصب عيونها تقديم أدوية وأجهزة ومستلزمات طبية عالية الجودة وبالكلفة المناسبة من خلال استخدام سياسة استيرادية ذات كفاءة عالية. وفي الختام أتوجه بالشكر والامتنان لجميع الحضور من السيدات والسادة والقائمين والساعين على إقامة هذا المؤتمر والمعرض، وكل من حضر من الإعلاميين والقنوات الفضائية، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم مشاهدي الكرام، متواصلين وياكم بالمعرض والمؤتمر الدولي لوزارة الصحة بمشاركة العديد من الشركات اللي موجودة هنا جاي نشوفها، خصوصا انه الشركات اللي تابعة للقطاع الحكومي والشركات اللي تابعة للقطاع الخاص. صديقي شلونك؟ اهلا وسهلا. شلون اخبارك؟ اهلا وسهلا مرحبا. خلينا نتعرف انه عن اليوم ومنتجكم بوثكم اليوم. شركة عراقية. نعم. مصانع عراقيين ننتج المواد الطبية، المستلزمات الطبية للمستشفيات، سيتاسيزيليان، سيتات، المواد الشراشف، القاون، الكمامة، تصنيعها كلها عراقي، أيدي عاملة عراقية، المواد كلها عراقية يعني في العراق. يعني معاملكم بالعراق؟ في العراق موجودة. حلو، ممتاز. هاي أولاً. ثانياً عندنا الجهاز الثاني محرقة اللي تشتغل على تصريف وإنهاء مخلفات الطبية دي اللي يحتاج لها مكان. ما شاء الله. يعني مكان خاص. حلو. مولدات خاصة. حلو. تصريف هذا كل شيء ما يحتاج، اللي يحتاجه كهرباء 20 أمبير. 20 أمبير. 20 أمبير. زين. وتكلفة التصريف 50 لتر ما يعادل 1% بالمقابل اللي يصير بالمستشفيات الحكومية. زين، وبالتالي هاي الكلفة شقد يعني قلت نسبة النفايات، خصوصا انه عمليات تدوير من 80 إلى 85% إيكونومية اقتصادية. حلو. زائدا ضمانها من 3 سنوات إلى 5 سنوات. ممتاز. والمصنع فرنسي، لا صيني ولا دول، يعني حتى الصيني هم بيها مواد زينة، بس الكواليتي مالته كواليتي عالية. زين، أقدر أعرف أنه مثل هي الشركات أو خصوصا شركتكم إيش قد صار لها بالعراق تعمل على هذا الشيء؟ والله صار لنا اكثر من 30 سنه بالشغل. اكثر من 30 سنة. زين، انتم اليوم هاي المشاركه الاولى لكم لو على مدار سنوات؟ الاولى في بغداد. وسابقا؟ سابقا في دبي مشاركين، في المانيا مشاركين، في اربيل مشاركين، بس طيب. كبغداد هاي اول مره. طيب، بما انهم مشاركين بدبي ومشاركين بمعارض دوليه، اكو طلبيات جاي تجيكم من خارج العراق بخصوص هاي المنتجات؟ طلبيات، بس لازم نحتاج تسهيلات من الوزاره ومن المعنيين. نعم. لتصدير موادنا الى خارج البلد، لان يعني البلد دي يحتاج، والضغط اللي يصير على المصانع مدى يعني دي لحق على الطلب الداخلي بالحكومه. نعم. فعلى متاي مدى لحق نصدر. اذا زين، فيها مشاكل يعني لان تحتاج اوراق. طيب، اليوم الوزير متعاون خصوصا انه داعم للشركات بالقطاع الخاص والقطاع الحكومي، وذكر قبل قليل بتصريحه ما قدم لكم تسهيلات، اكو آلية عمل بالفترة المقبلة باعتبار انه هو الجهة الحكومية. مقدم متساهلين، واحنا هسه ببرسيت نسجل ان شاء الله، يعني بدنا ندعمهم ان شاء الله. هذا اتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا. بالتوفيق. نعم مشاهدي الكرام، بالتالي يعني الشيء المفرح انه نشاهد العديد من الشركات العراقية اللي تعمل وتنتج وتصدر العديد من المنتجات والتجهيزات، وايضا بنفس الوقت انه بعض الطلبيات تكون من قبل الدول الأخرى والدول المجاورة بخصوص هذه المعدات باعتبار أنه صنعت في العراق، لكن لربما جزئية بسيطة تعيق تصديرها خصوصا بعمليات التسهيل. ومن المؤمل أنه خلال الفترة المقبلة يتم العمل وإنهاء هذه المشكلة. متواصلين وياكم، خليكم يعني. شاي كرام، متواصلين وياكم والان مع احدى الشركات الكويتيه المشاركه بالمعرض. شلونك؟ الحمد لله. شلون الاخبار؟ الحمد لله. بالكويت؟ بالكويت. اي بالكويت. شنو وضع الاليه هنا؟ وضع عملكم شنو؟ منتجات عندنا برامج مخصص للعيادات، مستوصفات بالنسبه للبرامج كله بجانب الطبيه. ممتاز. مختبر صيدليه، كلينيك، بولي كلينيك، والمستوصفات. زين، هاي المشاركة الأولى لكم بهذا المعرض؟ أيوة، أول مرة بالبطاقة. ليش جيتوا شاركتوا؟ عشان نشوف إذا حصل الشريك أو إذا حصل الديستريبيوتر وشوف شنو في التجارة يعني. طيب. نحن جانب، نحن قريب من الكويت يعني، مو بعيد. نعم. ويعني بين وبين شوف إن شاء الله. والانطباع اليوم بخصوص الدول المجاورة عن العراق، شنو الانطباع اليوم؟ أنتوا سمعتوا أكيد أنه العراق خلاص رجع العراق بلد يعني صالح للاستثمار خصوصا بالوقت الحالي. الحمد لله، يعني نحن جاي كذا مره بالعراق يعني بالبغداد، بس هاي مره يبين شوي في شباب وفي حركات وفي يعني في الاكتيفيتي، ونشوف ان شاء الله يعني هم
طلع على طريق المستودع، وان شاء الله مرحله مرحله ان شاء الله ارجع بمكان ال 70 و 80. بالتوفيق بالتوفيق بالتوفيق. شكرا جزيلا. نعم مشاهدي الكرام، ايضا مشاركه العديد من الدول او المعارض او عفوا المصانع والمعامل الدولية، خصوصا ان البلدان المجاورة وما شابه ذلك، نشاهدهم اليوم على ارض الواقع. وهذا ما حدث خلال المعارض او المؤتمرات اللي صارت بالفترة الأخيرة. شاهدنا العديد من الشركات اللي تعمل وفاتحة افق تعاون مشترك مع العراق بخصوص قضايا الاستثمار على كافة الجوانب، سواء على الجانب الصحي او الاستثماري او العقاري وما شابه ذلك. فمن المفرح لهم اليوم نشوف العديد من الشركات الدولية مشاركة بهذا المعرض. سادتي الكرام، الكلمة الآن للراعي البلاتيني الأول للمعرض والمؤتمر الدولي السنوي للصحة، العتبة الحسينية المقدسة، يلقيها الدكتور حيدر حمزة العابدي رئيس هيئة الصحة والتعليم الطبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السيد معالي وزير الصحة المحترم، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كل لقاء نلتقي فيه مع سماحة المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة يؤكد دائما على كلمة واحدة يزرعها في أذهان القائمين على إدارة المستشفيات، أن وجودنا هو داعم للمؤسسات الرسمية اللي وقع على عاتقها توفير هذه الخدمة الطبية. هذه الثقافة وهذه الرسالة هي اللي يتكلم عنها الآن معالي وزير الصحة المحترم بمبدأ الشراكة. كنا نعرف الإرث اللي ورث البلد خلال العقود الماضية، وهذا المسؤولية مسؤولية تحسين الواقع الطبي، مو من المعقول أن تتحملها جهة واحدة وإن كانت جهة رسمية. في كل المجتمعات المتقدمة نشوف القطاع الخاص، النشاطات الاجتماعية للشركات، المجتمع المدني، الكل تتضافر جهودها حتى يكون عندنا خدمة طبية اللي يستحقها أي إنسان. خلال هذه الفترة شفنا حجم الحاجة الطبية اللي يحتاجها المواطن العراقي. مثال عليها المبادرة الأخيرة اللي خلال 37 يوم لحد الآن أكثر من 200 ألف مراجع من 18 محافظة عراقية سعوا إلى المؤسسات الطبية في كربلاء للحصول على خدمة طبية. لذلك هذا اليوم وجودنا هنا بكل أقسام العتبة الحسينية المقدسة المعنية من قسم المشاريع الاستراتيجية، قسم المشاريع الهندسية المعنية بإنشاء هذه المؤسسات من كركوك إلى البصرة، المستشفيات اللي هي قيد الإنشاء، هو الإثبات أنه إحنا جزء من هذه المنظومة، ويشرفنا أن نكون مع أخوتنا في وزارة الصحة، معالي وزير الصحة المحترم، نقدم جزء ولو يسير من هذه الخدمة. وأحب أشكر جهد الوزارة في دعمنا، وهي رسالة لكل القطاع الخاص، القطاع من دول شقيقة، من دول غير عربية، أن الدعم موجود هنا في القطاع الخاص خاصة في هذه الفترة لتقديم خدماتهم والتواجد الفاعل. خلال 3 سنوات كانت شراكة عندنا قوية مع وزارة الصحة من خلال برامج الإخلاء الطبي والاستقدام، قدمت خلالها المؤسسات علاجات لتقنيات خاصة في مجال القلب المفتوح للأطفال، في مجال تشوهات العمود الفقري، زراعة القرنية وغيرها من التقنيات اللي في السنة الأخيرة دخلت تقنيات الجراحة الإشعاعية أيضا. فهذه رسالة، احنا جربنا كيف أنه وزارة الصحة داعمة لجهود القطاع غير الحكومي من أجل إثبات مبدأ الشراكة فعلا، لأن المسؤولية هي مسؤولية الجميع. أتمنى كل التوفيق للمشاركين بهذا المؤتمر، وأنا متأكد أن التجربة راح تكون خاصة في هذه المرحلة تجربة إيجابية وناجحة للقطاع الخاص. إن شاء الله القطاع الخاص يأخذ دوره في مجال تقديم خدمة طبية بجودة عالية. إحنا نحتاج إلى ترسيخ مفاهيم الجودة في الخدمة الطبية حتى مؤسساتنا ترقى إلى المؤسسات الدولية. شكرا لكم مرة ثانية، وأتمنى كل التوفيق للقائمين والمنظمين على هذا المؤتمر. شكرا معالي وزير الصحة. سادتي الكرام، الكلمة الآن للراعي البلاتيني الثاني للمعرض والمؤتمر الدولي السنوي للصحة، يلقيها المدير العام لساوا جروب الدكتور بشار نعمة عبد. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد معالي وزير الصحة المحترم، سادة الحضور، سيداتي أنساتي سادتي،
العمام والزملاء والأخوة والأصدقاء، نبارك لكم هذا المؤتمر ونجاحه بالسنة الثالثة، ونبارك الجهود المبذولة من الأطراف جميعا وبرعاية معالي وزير الصحة الدكتور صالح، وكذلك الخطوات السابقة التي مضت في الأيام السابقة خلال الأشهر الماضية. نحن نثني على هذه الجهود المباركة وندعم الجميع ونشجع الكل أن نتخذ خطوات حقيقية لنرتقي بهذا البلد بأفضل صورة تليق بالعراق وحضاراته وأبنائه وشعبه وحاضره ومستقبله، وكذلك ندعم كل من يضع حجر الأساس لبناء سياسة دواء آمن وفعال بالصيغة الوطنية والتي تليق بهذا البلد أسوة بباقي دول الجوار. حقيقة كانت الجهود مباركة، الآن توجه السوق بطريقة رائعة جدا وواضحة جدا الآن في السوق الدوائي، من منطلقنا احنا كساوا جروب أيضا من القطاع الخاص عندنا الكثير من الخطط القادمة بعد ما تشذبت الأمور وأصبحت بشكل واضح نحو بناء مصانع ومراكز تأهيل وبحوث لبناء دواء آمن وفعال. يستحق هذا البلد أن يكون هذا الجهد المبذول اتجاهه، وكذلك أبنائنا وأهلنا وناسنا ووطننا. احنا جدا ممتنين حقيقة لهذه الفرصة اللي سمحتنا بلقاء الجميع وهذه الوجوه المبشرة المنتمية والتي لها الدور الحقيقي والأساس والسعي الحقيقي الذي لمسناه بالفترات السابقة والذي سوف تظهر نتائجه الإيجابية إن شاء الله في الأيام القادمة. من ناحية القطاع الخاص بشكل عام، تحية واسعة وكبيرة من الزملاء حقيقة أيضا من رابطة المكاتب العلمية دكتور إحسان وجميع الشباب المتواجدين لجنابك الكريم دكتور، وكذلك لجميع الأخوة، ممتنين جدا، وعسى أن يستمر هذا الجمع الغفير وأن يكون هذا المؤتمر ليس فقط محليا بل كما تفضل معالي وزير الصحة أن يكون عربيا بل عالميا، حتى تكون أرض العراق وهذا المعرض أرض خصبة لاستقبال جميع الكفاءات العلمية والطبية والصحية في القطاع الصحي بشكل عام والأدوية بشكل خاص في العراق وفي بلدنا وفي عاصمتنا الحبيبة بغداد. نتمنى للجميع ولبلدنا الموفقية ولكل أصحاب القرار السداد في كل الخطوات، وعسى أن نرتقي بهذا البلد. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. شكرا جزيلا. كابتن، أردنا نتحدث عن طبيعة شركتكم والوكالات اللي موجودة، وخصوصاً أنه اليوم المعرض ما أريد أقول أنه العديد من الدول موجودة بي، لكن هواي دول موجودة شاهدنا. خليك فيها. مهندس رافع، مدير مبيعات مكتب النبلاء العلمي، شركة ميديكال، تارجت ميديكال. الحمد لله المعرض اللي تشوفه يعني الإقبال كل زين عليه، يعني مو نقول جيد جداً بل زين. إحنا بالنسبة أنك شركة عراقية، نعم، يمثلها مكتب النبلاء العلمي في العراق، واحنا متخصصين بالأجهزة والمستلزمات الطبية. عندنا عدة وكالات، يعني ما يقارب 30 أو 40 وكالة، ممتاز. منها 25 وكالة حصرية من شركات أجنبية رصينة أوروبية وأمريكية. حلو. ودعمنا هذا الموضوع أنه استخدمنا ناس يمثلون الشركات الأجنبية، من ضمنهم مستر كاسبر من شركة ميديكال البولندية، واستاذ صخر اللي هو تكنيكال اند ماركتنج مانجر للشركه، اللي هو يكون تعال تفضل تعال حلقه الوصل بيننا وبين الشركات الاجنبيه اللي احنا نمثلها، حتى ندعم القطاع الطبي اللي موجود بالعراق باحسن او باحسن انواع الاجهزه اللي موجوده باحسنها واحدثها. زين، ارد اسالك
عن اليوم تعامل الوزارة وياكم. نعم. مع الشركات، خصوصا انه الوزير داعم الشركات القطاع الخاص والقطاع العام. والله الحمد لله، موضوع التعامل ويا الشركات جيد نسبيا، يعني من حيث العروض اللي يعني او التنادر اللي جاي تنزلها. نعم. وزارة الصحة بخصوص الأجهزة والمستلزمات الطبية، اكو موضوع شفافية بموضوع دراسة وتحليل العروض واستقطاب الشركات الأجنبية الرصينة. طبعا هذا يخدمنا اكيد ويخدم القطاع الطبي بصورة عامة، لانه انت من تجيب شركات رصينة. نعم. ومناشة عالمية جيدة، اكيد هذا راح ينعكس على الواقع الصحي اللي بالعراق. والحمد لله الامور يعني نقدر نقول في تحسن، بظل الاداره الجديده للوزاره وان شاء الله نطمح للاحسن. اكو سلبيات، ماكو ما ننكر هذا الموضوع، الإيجابيات بس يعني الايجابيات ان شاء الله تكون احسن. طيب انا يعني شخصيا انه فرح انه اشوف العراقيين اليوم والسوق العراقي، خصوصا انه العراق اليوم بدا يعود الواجهه، جاي اشوف مستثمرين. نعم. جاي اشوف شركات عالميه تتعامل وتتعاوننا، وهذا يعني بجهودكم انت. اكيد الحمد لله، احنا هذا 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 التعب ما يضيع، لان بالدرجه الاساس احنا يهمنا المصلحه العامه وخدمه الصالح العام والمريض العراقي اللي خطيه يعني عانى هواي. هسه الحمد لله وشكرا جاي اشوف اقبال شركات اجنبيه وزوار اجانب وعرب موجودين جاي يجون، يمكن هذا 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 الموضوع نشوفه يعني لاول مره. انا بالنسبه لي بالعراق لاول مره اشوف يعني بغداد خصوصا. نعم. اول مره نشوف احنا زوار اجانب وزوار عرب يعني ومن الميدل ايست يعني من افريقيا ايضا يزورون المعارض، هذا معناه ان العراق يعني في تحسن الوضع الامني والوضع الاقتصادي او الواقع الطبي، يعني قام يستقطب الناس اللي تجي تشوف العراق شو اللي موجود بيه على ارض الواقع، مو مثل ما يروج للاعلام او عاش الايادي. حبيبي شكرا جزيلا، حياك الله. بالتالي يعني جهود كبيره بذلوها رجال الاعمال العراقيين بهذا الجانب، خصوصا انه هم واجهه العراق، هم دائما يمثلون العراق مع الشركات اللي يتعاملون وياها. ومنفرح ارجع واقول انه نشوف شركات رائده بهذا المجال عالميه رصينه تتواجد ببغداد، تتواجد بالعراق من اجل التعاون والاستثمار وما شابه ذلك. متواصل وياكم، خليكم معنا. شلونك دكتورة؟ أهلا وسهلا. شلون أخبارك؟ أهلا وسهلا. خلينا نتحدث بداية عن طبيعة شركتكم، تاريخ تأسيسها، عن مشاركتكم هاي الأولى أو الثانية أو يا دورة. المركز الوطني. نعم. طب الأسنان هو تابع المركز ومتابع العيادات الطبية الشعبية. نعم. افتتح المركز منذ تقريبا حوالي سنتين. سنتين. هذه أول مشاركة له في هذا المعرض، معرض الصحة كجزء من العيادات الطبية الشعبية. المركز يقدم خدمات علاجية في كافة فروع طب الأسنان، موقعه في شارع الربيعي مقابل جدار سنتر زيونة شارع الربيعي. طيب هاي المشاركة الأولى لكم بالمعرض؟ نعم، هذه المشاركة الأولى للمعرض، والبوث من أجمل وأنق البوث الأجنحة اللي موجودة بالمعرض للأمانة، لأنهم مشغل عليه تعب وجهد يعني منذ. نعم. أيام. وإن شاء الله إحنا حيكون الجناح متميز لأنه في مفاجآت لأطباء الأسنان. شو المفاجآت نقدر نعرفها؟ المفاجآت لأطباء الأسنان، نحن عندنا دورات تدريبية. ممتاز. في فروع الزراعة وفروع فرع التقويم الأسنان. حلو. زراعة الأسنان وتقويم الأسنان. هذه الدورات المشتركين أعطيناهم مفاجأة بأنه يدخلوا سحبة، السحبة راح تكون على 3 جوائز. حخبرك على الجائزة الأولى اللي هي ما حد هنا، خلنا نعرف شنو الجائزة الأولى. هذا الكرسي؟ كرسي الأسنان المتكامل. ما شاء الله. اي راح تكون للفائز الأول. زين. اوكي. والثاني؟ لا الثاني والثالث حنبقيها في المفاجآت. المهم عرفنا الكرسي، أهم شيء الكرسي عرفناه، أما البقية نعرفها مفاجأة. أو اي فهذه اللي طبعا الثانية والثالثة أيضا يعني تخص الزراعة والثالثة تخص التقويم. مفاجآت حتسر أطباء الأسنان إن شاء الله بحضورهم. الأعراض سيقام الخميس والجمعة والسبت، موجودين من الساعة 10
الى الساعه 4 مساء. طيب اريد اعرف انه انطباعكم اليوم، انتم بما انه اهل الاختصاص واهل هذا المجال، تعامل وزاره الصحه معاكم خلال هاي الفتره، اكو ملاحظات ممكن سجلتوها على الوزاره من الناحيه السلبيه ومن الناحيه الايجابيه؟ يعني في الحقيقة وزارة الصحة يعني رئاسة معالي وزير الصحة للأمانة والسادة الوكلاء داعمين جداً للمركز الوطني، وإحنا كجزء من دائرة العيادات الطبية الشعبية، فبالتالي نحن جزء من وزارة الصحة، فالدعم أكيد بيكون منقطع النظير إن شاء الله. أحب أخبر كافة مشتركينا أنه الدورات اللي تقام في مركز الوطني لطب الأسنان هي دورات وزارة الصحة. طيب. معتمدة بسيرتيفيكيت، سيرتيفيكيت من دائرة الأمور الفنية، ويتحول المشترك فيها ممارس بفرع. هذه أحب أخبر هاي الجزئية، لأنه كثير ناس بيستفسروا أنه هل هي هذا معترف بها أو غير معترف بها. أنا أخبركم كمديرة المركز الوطني أنه معترف بها، وإن شاء الله هي دورات في محاضرين على مستوى رائع جداً، وبالنسبة للأطباء المدربين أعلى شهادات في حقل الاختصاص. وأي استفسار إحنا موجودين في المركز الوطني زيونا شارع الربيعي مقابل جدار سنتر بناية المكارم. عاشت إيد، شكراً جزيلاً دكتور. نعم مشاهدي الكرام، بالتالي اليوم العديد من المراكز الطبية الموجودة العراقية مشاركة بهذا المعرض، العديد من الشركات والمصانع والمعامل اللي تنتج الأدوية وما شابه ذلك متواجدة هنا بهذا المعرض. تواصلنا معكم، خليك معنا. مشاهدي الكرام، متواصلين وياكم بحلقتنا لهذا اليوم، وبالتالي مثل ما قلنا انه العديد من الشركات اللي موجوده هنا، وباعتبار انه اليوم اغلب الشركات اللي متواجده هنا دوليه واقليميه، وايضا بنفس الوقت لها باع طويل بهذا الجانب ولها مشاركات خارج وداخل العراق. الان مع الاستاذ. السلام عليكم استاذ. شلون اخبارك؟ عمران عوني عمر، الحمد لله. شلون الامور؟ زينه. احنا اذا اردنا نتحدث عن طبيعة مشاركتكم، هذه هي الأولى ببغداد، لكن على مستوى المشاركات الدولية الدولية أكو بألمانيا، أكو بدبي، أكو زين. شركتكم تختص بشنو؟ بقضية التعقيمات، إنتاج أعمال أكسجين، زين، ميوز عملية، هذول عندنا بلازما، عندنا تعقيم. إيه تمام زين. الشركة المنشأ مالتها وين موقعها؟ مالتها تركي، تركي بانقرة. زين، وهي بأربيل؟ فرع مالنا بأربيل، فرع الأم يعني. طيب أستاذ شلونك؟ يا أهلا وسهلا. شلون أخبارك؟ يا أهلا وسهلا. إذا أردنا نتحدث عن طبيعة التحديات مع بهذا العمل، أنه أكو صعوبات، يعني بالبعض ربما يقول أنا بالعراق عندي مصنع بالعراق، بس هو صعوبة أنه أنا أصدر بها معضلة. أنتوا اليوم شنو التحديات اللي تواجهوها؟ يعني شوف استاذي، هسه يعني كل واحد كعراقي يريد يصنع جهازه بالعراق. نعم. احنا عندنا الكوادر وعندنا امكانيه، بس مو هالقد امكانيه، مو هالامكانيه حتى نصنع الجهاز، لان ما عندنا الكوادر حتى نصنعها. كوادر، قلت كوادر، يعني كوادر، الكوادر الفنيه. انا دا احكي على الكوادر الفنيه. نعم. حتى نصنع الجهاز، يعني تريد يعني تعرف هاي الجهاز يريد مثلا سيرتيفيكيشن سي اي، ويريد ايزو، ويعني هاي شويه صعبه لنا. هاي هي صعوبات. اي من هذا الجانب. اي زين، بعد غير تحديات شنو ممكن؟ يعني اكو هم تحديات، اكو تعرف يعني لما يدخل الجهاز للعراق عندنا هواي صعوبات، يعني لازم يسوون فتشي تسهيلات يعني للمستوردين. يعني احنا احنا هسه كشركه الام عندنا فرع بالاربيل، لازم تسوون يعني
كحكومة الهم حكومة الإقليم والحكومة المركزية يسوون تسهيلات لل يعني للمستوردين. يعني إحنا نريد نستخدم العراق، نريد يعني نجيب التكنولوجيا الجديدة والحديثة للعراق. إيه. اليوم المشاركة يعني هي اليوم الأول لها، لكن أكيد تجولت وشفت الناس اللي موجودين. شلون الشركات اللي شفتوها المشاركة؟ والله أنا شفت الشركات، هواي شركات الزينة بالعراق، شركات كبيرة، يعني شركات كبيرة، وما شاء الله هسه صار هواي ازدحام. يعني إن شاء الله يصير خير. إن شاء الله التوفيق. يا أهلا وسهلا. شكرا. يا أهل نعم مشاهدي الكرام، متواصلين وياكم بحلقتنا، خليكم. نعم مشاهدي الكرام، متواصلين وياكم بحلقتنا اليوم. دكتور مصطفى، بدايه المرحبا بكم. اهلا وسهلا بكم، شرف جايلكم، شرف انه شرفتونا البوث مالتنا اللي هيلث اكسبو عراق. شوف احنا واجبنا ندعم كل عراقي وكل منتج عراقي، وخصوصا انه الناس اللي دا تعمل من اجل العراق. سبق وان حكيت قلت انه بعض التجار وبعض الناس اللي تتعاملوا وياهم انتم تمثلون العراق اليوم. نعم. خصوصا انه هاي الزيارات اللي جاي نشوفها من عدة بلدان، جاي نشوف انه الفرنسي موجود، الكويتي موجود، الخليجي موجود، هذا لولا التعامل اللي بينك وبينه ما يكون. فبالتالي دور كبير تتبذلونه. حدثنا عن قسمكم. بسم الله الرحمن الرحيم، انا صيدلاني مصطفى ساعد، مدير مكتب الوفاق العلمي، واحد من المكاتب الرائده بالعراق بتجهيز المستلزمات الطبيه للقسم القطاع الحكومي والقطاع الخاص. ممتاز. واحد من اهم شركاتنا هي شركه كوكليير الاستراليه اللي هي تقدم الحلول السمعيه لقوقعه الاذن لفاقدي السمع وللتوصيل العظمي للضعيفي السمع. هذه الفئه كلش فئه مهمه وفئه كبيره بالعراق، فاحنا نوفرهم حلول، نوفرهم يعني اعاده، ممكن اعاده السمع بشكل تام. حلو. صارت يعني طبعا وعمليات، هي عمليه معقده طبعا كانت تصير بس بخارج العراق، حاليا على ايدي اطبائنا، يعني اطبائنا اللي تعرف اطبائنا العراقيين اطباء رقم واحد بالعالم فعلا. اذا كان اكو تدريب صحيح واكو كان متابعه وشركات عالميه معاهم، يعني نوصل الى مستوى عالمي. طيب باقي الوكالات اللي باقي الوكالات عندنا اي ام بي صينيه للسونارات، عندنا انترتون معينات سمعيه. نعم. من شركه جي ان ريساوند العالميه طبعا، شركه معروفه على مستوى اوروبا وامريكا يعني. وعندنا شركات ميدكيت للمستلزمات الطبيه هنديه، هذه رقم واحد بالهند اصلا، تعرف الهند واحده من الدول الرائده بالشغلات الطبيه. نعم صح. نعم زين، اليوم بطبيعه المشاركه اللي موجوده هنا، التنوع شلون شفته للتقييم باعتبار انه انت مع تواصل مستمر خصوصا مع الخارج؟ لا يعني احنا صراحه اكون وياك صريح، تفاجئنا بالتنظيم، تنظيم ممتاز والمشاركه جدا ممتازه، والجنسيات الموجوده اذا تشوف حتى ناس اماراتيين، ناس صينيين، ناس من تركيا، ناس من ايران، ناس من السعوديه. فهذا دلاله على نجاح المؤتمر ودلاله على انه الدول مهتمه بالاستثمار الصحي بالعراق. يعني الاستثمار الصحي بالعراق جدا مهم وجدا واسع يعني. زين اليوم يعني بالمؤتمر الوزير قال في الجزئية أو بتصريحات له بجزئية مهمة جداً، أنه هذا النجاح وهذا الدعم يكون من خلال الشركات القطاع الخاص والقطاع الحكومي. طبيعة العلاقة اليوم بينكم وبين الوزارة، أكو معوقات جاية تعيقكم، أكو تحديات جاية تعيقكم؟ والله يعني الوزارة مشكورة تقدم تسهيلات كافة، وخاصة متمثلة بمعالي وزير الصحة، يعني تقدم كل التسهيلات الممكنة لتسهيل أمور المكاتب العلمية، لأن تعرف أكو كان اكو مس او اكو فتقاب بين الشركات المكاتب العلميه والوزاره، حاليا خلينا نقول بنسبه 98 97% محلوله، فالامور تمام والامور سلسه حتى بالوزاره. اتمنى لكم التوفيق. الله يحفظك. شكرا جزيلا. نعم مشاهدي الكرام، متواصلين وياكم، خليكم.
نعم مشاهدينا الكرام، متواصل معكم بالتأكيد مثل ما موجود العديد من الشركات اللي تختص بمجال الأدوية وكذلك الأجهزة الطبية. أيضا كذلك نشوف اليوم العديد من المستشفيات اللي مشاركة في هذا المعرض. دكتورة شلون؟ مرحبا، شلونكم؟ اليوم كمستشفى نعم. مشاركين بالمعرض؟ نعم. المشاركة الأولى؟ كمستشفى البدور نعم. ليش؟ لأن احنا المستشفى افتتحت سنة 2021. الغاية اليوم من المشاركة خصوصا انه مع العديد تواجد العديد من الشركات اللي موجودة هنا، لا الأجنبية والعربية الدولية، يعني مو فقط محلية. نعم، مثل ما حضرتك ذكرت اكو مشاركات محلية واكو مشاركات دولية. نعم. فاحنا بالتالي حيصير تبادل ثنائي، احنا دا نشوف خبرات الشركات الدولية، دا نشوف الأجهزة اللي جايبيها، الأدوية اللي جايبيها، شنو ممكن تستفاد من عندنا مستشفانا. بنفس الوقت احنا دا نبين صورتنا كمستشفى البدور، كمستشفى مهتمة بتقديم رعاية صحية مثلى بالمعايير الدولية. فبالتالي احنا دا نستفاد بالأشياء اللي هم دا يقدموها، واحنا دا نقدم لهم تجربتنا. تقدمون حتى نعم. للشركات ايضا اليوم اكيد، باعتبار انه اليوم اغلب الشركات اللي موجودة بتقنيات حديثة بأجهزة طبية حديثة ممكن تكون تخدمكم بمجالكم باعتبار كمستشفى. نعم، احنا بالنسبة لنا احنا الحمد لله مواكبين، يعني المستشفى مالتنا مجهزة بأحدث الأجهزة، بأحدث التقنيات اللي ما راح تشوفها بمستشفى ثاني. إن شاء الله نورونا فد يوم تشوفونا بعينكم. مثلاً إحنا عندنا تقنية الولادة بالماء، حضرتك سامع مستشفى بغداد ولادة بالماء. الولادة بالماء؟ نعم. هاي مستحيل يعني ولادة بالماء، شلون بالله نفسي؟ حوض ماء ساخن. نعم. هي الطريقة عادةً إحنا ممكن نشوفها بالمسلسلات المصرية. آه. إنه هاتي المية السخنة وكذا. جدا مثل ما نقول قبل. بس هي طريقة طبية، ليست طريقة عشوائية مثل الجدة، لا. زين. إشراف أخصائية تكون موجودة ويا المريضة على مدار الولادة كلها من بدايتها، من أول طلق لحين ولادة. كدكتورة. طبيبة أخصائية. ممتاز. تمام، تكون موجودة مع كادر تمريضي متكامل. نعم. فكرة الولادة بالماء أنه الماء الساخن يقلل من آلام التقلصات. زين. لكن الإجراء كله طبي بحت. نعم. تمام. وإحنا عندنا الخدج مالتنا مجهز بأحدث الأجهزة من الحاضنات سيباب فنتليتر والمونيتورز، بالتالي إحنا نضمن أنه الأم من تدخل للمستشفى ما رح تقلق على صحة طفلها، رح يطلعون الأم والطفل بسلام. إحنا طبعاً مهتمين مو بس بالجانب الصحة العامة الجسدية، إنما الصحة النفسية. إحنا في غرفة الولادة نوفر تزيين مجاني للأم. الطفل حيستلم باكج انه هو مال ملابس خاص به، زائد انه احنا طبعا عندنا قسم للطب النفسي وقسم للتغذية. تمام. فاحنا يعني نهتم بأبعاد مختلفة، ليس فقط الجانب الصحي فقط. احنا كذلك انه احنا الغرفة الولادة المتعارف عليها انه مرات يكون اكثر من مريضة تولد بنفس المكان، احنا لا، الغرفة كامل برايفسي، يعني خصوصية إلها والعائلتها، بحيث يقدرون يعيشون التجربة وياها. اتمنى لكم التوفيق. احنا ان شاء الله مشاركة ناجحة. شكرا جزيلا دكتور. شكرا لكم. شكرا. نعم مشاهدي الكرام، متواصلين معكم وبالتاكيد مثل ما شفنا العديد من الشركات الموجوده، لكن مع التطور الحاصل على مستوى الصعيد او الجانب الطبي بخصوص الولاده وما شابه ذلك والاجهزه المتطوره الحديثه، نقدر نقول انه العراق مواكب كل هذه التطورات الحديثه اللي موجوده سواء على المستوى التقني وما شابه ذلك. متواصلين معكم. مشاهدينا الكرام، متواصلين معكم، شلونك صديقي؟ اهلا وسهلا. اخبارك؟ اهلا وسهلا. شنو المشاركه اليوم؟ طبيعه بوثكم شنو اليوم؟ احنا شركه علي المعمار، شركه علي المعمار متاسسه من سنه 1989. ممتاز. هي اول شركه كانت بالقطاع الخاص. نشتغل بالسي تي، ام ار اي، الترا ساوند، ايضا بالجديد عندنا الليزر الجراحي. حلو. وعندنا اجهزه العلاج الطبيعي. حلو. طبعا وكذا شركه سونسكيب من سنه 2002. نعم. سونسكيب هي شركه رائده بال مجال الالترا ساوند الطبي. هسه لا تشوف هذا الجهاز اللي يمك، هذا عندنا اعلى جهاز حاليا موجود. ممتاز. اللي هو الـ S60. زين، اتحدث عن نوع المشاركه اليوم خصوصا انه العديد من الشركات متواجده اليوم هنا، هاي شلون ممكن تستثمرون انتم اليوم خلال التواجد؟
طبعا اكيد ان الاستثمار راح يكون من خلال الاطباء اللي يجون هكذا مؤتمرات. نعم. الاطباء عاده راح يجي يشوف الاجهزه يسولف وياه استفاد من يمه. اذا عندنا عروض معينه راح نعرض مع الاطباء. بنفس الوقت يكون المستشفيات اللي انا مشاركه هاي المستشفيات ممكن راح نعطيهم خدماتنا وعروضنا. بالتالي راح تكون استفاده للطرفين. بالتوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا. نعم مشاهدي الكرام، اذا بالتالي مثل ما شفنا انه بوجود العديد من الشركات اللي موجوده هنا بمعرض ومؤتمر الصحه الدولي السنوي، مشاركه انا يعني من خلال الجوله اللي قضيتها بهذه الساعه شفت العديد من الجنسيات اللي موجوده، شفت العديد من الشركات موجوده، وهذا ندل على شيء يدل انه على تطور العراق بهذا الجانب على الجانب الصحي وتنوع الشركات الموجوده وانفتاح العراق على بقيه البلدان، وايضا بنفس الوقت طمانينه الوافدين اللي موجودين بدل يعني العراق بالسنوات الاخيره بكل انطباع كارض صالحه وكارض مثمره وكارض تخدم بالجانب الاستثماري. بالتالي احنا نتمنى التوفيق لكل شركاتنا وكل المشاركين بهذا المعرض. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، الى اللقاء.